الو، اتفضلي يا شيماء. ممكن اكلم الدكتوره صوفيا؟ الدكتور صوفيا معاك، اهلا بيكي. انا بقالي سنه بالظبط بحلم بفضه، وعلى طول يعني حاجات قدامي فضه، انسيالات وسلاسل وخواتم. كام سنه يا شيماء؟ انا 17. الدنيا واقفه معاكي شويه صح؟ اه ماشي، هقول لك. حاضر، هنرد عليكي. معنا ام احمد. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتور صوفيا معاكي، اهلا بيكي. لو سمحت الدكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت الدكتور، انا بقيت كذا يوم واقفه في بلكونه شقتي، انا في الدور العالي في دور اخير، ولقيت الكعبه يعني الكعبه باكملها شايفاها. شايفاها كلها بوضوح، بالناس اللي بتصلي، بالحرم باكمله. ما شاء الله. وعيطت، من كتر ما انا بعيط بقول انا في رمضان هقعد اصلي في البلكونه. انا متعوده اصلي في البلكونه دايما تراويح رمضان، لاني في دور اخير وقدامي السماء واسعه، يعني واحد بيبقى حابب القعده كده. فقلت انا هصلي في رمضان وانا شايفه الكعبه كده، وبقيت اعيط. الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمك يا رب. هقول لك. معلش يا دكتور، ناخد محمد معانا كمان. الو. الو، اتفضل يا محمد. الو، اتفضل حضرتك معانا على الهوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال استاذ مع حضرتك؟ مره حلمت كنت في الجبانه. كنت في الجبانه، وكنت حلمت لما يعني ابليس وانا ماشي كل شويه، بس حضرتك جيت اهرب منه كل شويه، ايه يقوم ايه عامل زي ما تقول ايه خيه كده بالحب، ويقوم راميها. بيعمل خيه بالحبل. هو مين اللي بيعمل خيه؟ مين اللي؟ ابليس. هو حلم بابليس، ابليس بيعمل له خيه بالحبل. اه ممكن يدول ده الجاسوم يا دكتور او حاجه؟ كذا مره، كذا مره، واخر مره الحمد لله قلت ربنا نجاني الحمد لله، وقمت فكك الحبل وماشي. طيب حاضر، هقول لك خير ان شاء الله. طيب هنرد على كل الاحلام دي، بس ناخد سهى. اتفضلي يا سهى. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا سهى، اتفضلي. احنا انت معانا على الهوا. انا حلمت مره، حلمت ان انا بتدرب. طب نفسر سهى، حاولي كلمينا تاني ونرد على طول على تفسير. طيب شيماء بتحلم فضه، الفضه للبنات وللستات غير محموده بالمره. انفضاض امر. انفضاض امر. يعني مواضيع لا تتم. تمام. ام احمد شافت انها واقفه في الدور الاخير وشافت الكعبه. ابشري ان شاء الله باذن الله، في بشرطين ليها. اولا زياره بيت الله الحرام في رمضان. الحاجه الثانيه صلاه التراويح اللي يشوف نفسه بيصليها او بيسمع ان هو هيصليها او بيقول، ده معناه خروج من ضيق. بس هو كان ضيق شديد جدا، وربنا هيفرج همها باذن الله. والله اعلم. شاف ان ابليس بيعمل له خيه وهو في الجبانه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني ايه؟ يعني هو كل شويه يتنصب له فخ من اعدائه. طبعا اكتر عدو لينا الشيطان. فعليه بقى التحصين من الانس والجن. والجن. لان هو كده واضح ان كل شويه بتنصب له مشكله. سهى قطعت.